انت صاحب الخيار لوين تروح، بس ممكن تلاقي حالك عند مفترق طرق، وساعتها لازم تختار. بس بكل الأحوال أكيد في طريق بتوصلك لهدفك بدون تعقيد. هالطريق مشت فيها نورية. يا مدام، ايش كبستي؟ شو اللي عملتي؟ في حصل اشي انا؟ الف الف مبروك، انت الرابحة رقم 9 بجوائز التوفير الكبرى ببنك الاردن وقيمتها 250 الف دينار. الف الف مبروك. طريقك مع بنك الاردن سهل وبدون تعقيد. لما فت على البنك ودعس على الزر والضو راح، هذا خفت انا، قلت شنو يعني، بقى عملت حاجه غلط. وبعدين تفاجأت لما شفت فتح وصفق، وفرحت جدا وما قدرتش نوصف الفرحه بتاعي. الواقع انا صار لي 20 سنه عم بتعامل مع بنك الاردن. الحقيقه انا ب 20 سنه ما ربحت، الا انه لما سمعت وقرات عنده بالفرع هون انه في ربع مليون جائزه شهريه، قررت أني أنا أفتح لمرتي ولأولادي، وفعلاً فتحت لأم نضال من 4 شهور، وابني كمان فتحت له من 4 شهور. وفرحانة جداً، ونشكر بنك الأردن ونشكر جوزي لأنه هو دعمني. وفعلاً بنك الأردن بنك الأحلام. بنك الأردن، تفوق